جورة تحديدا، احنا عندنا المشروع بتاعنا في جورة هو مشروع فندقي على البحر وساندي بيتش، ومفيش زيه مشروع تقريبا في العين السخنة مكتمل فيه كل العناصر ديت. مش بس كده، احنا بالفعل كمان خدنا الارض اللي جنب جورة امتلكناها عشان هنعمل عليها مول تجاري. ومش بس كده، والجديد اللي انا هقوله النهاردة، المول التجاري دوت وهيبقى منطقة جذب عالمية على أرض مصرية، وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. المول اللي هيكون موجود واللي احنا بنبتدي دلوقتي نخلص إجراءاته، هنختص برضو سي تي في ساعتها لما نعلن الافتتاح بتاعه ونروح نشوف، هيبقى حاجة فريدة مش بس في مصر، هتبقى في العالم. وأنا أعني الكلمة اللي احنا بنقولها النهاردة، هتبقى منطقة جذب عالمية لمدينة الجلالة في المول بتاع نيو جيرسي ديفلوبمنتس في مشروع جورة. المشروع ده تحديدا أنا عايز الناس تبقى مركزة عليه قوي الفترة اللي جاية، لأن هنسمع حاجات ما حصلتش. طب هو في حاجه نعلنها كده يعني على الماشي لغايه التفاصيل ما تيجي؟ هتبقى حاجه هناخد عليها كل التوثيقات اللي بتقول اللي هي مش موجود زيها في العالم، وده هتبقى منطقه جذب سياحي عالمي من شركه نيو جيرسي ديفلوبمنتس النهارده، ومفيش مطور عقاري في مصر عملها. طب يعني برضو الناس حضرتك برضو بخصوص ال العائد اللي بيجي من الوحدات السياحيه، دلوقتي بقى في توجه كبير لفكره ان انا يبقى عندي وحده سياحيه، مش بس عشان في الصيف اقعد واشوف البحر وانبسط، لكن بيبقى الهدف منها كمان فكره الايجارات وفكره العائد، خاصه للعميل اللي خارج مصر اللي حضرتك كنت لسه من شويه بتتكلم عنه. الوحدات السياحيه في السوق الكبير جدا بتاع العقارات دي، تسويقها بيبقى عامل، مش تسويقها بقى يعني، الرغبه في شرائها من العميل بتبقى عامله ازاي؟ خليني اقول لك على حاجه اسحاق. الحقيقه شركه الاداره، دايما هنفضل نقول شركه الاداره هي اللي بتميز مشروع عن مشروع تاني. شركه الاداره عندنا هي ARL جروب، الشركه العالميه ديت هي اللي بتدير. وبالفعل في خلال الفتره القريبه جدا اللي جايه هيتم التعاقد مع احد البراندات العالمية لإدارة الأوتيلات، هتبقى هي بتدير الأوتيلات بتاعتنا في جورة وفي الجينيسيس تاور اللي في الداون تاون في العاصمة الإدارية. هيبقى بتدار، لأن الاستثمار الفندقي ودوت اللي احنا بنحاول نوصله، الاستثمار الفندقي هو من الاستثمارات اللي دلوقتي جاية وجاية بقوة. فالفنادق بتاعتنا والاستثمار الفندقي هيتم التعاقد مع احدى شركات العالميه اللي ما جاتش مصر قبل كده، ودلوقتي بالفعل احنا في مرحله التعاقد، هنعلن برضو في خلال الاسبوعين اللي جايين. دي الحاجات الجديده الحقيقه اللي احنا برضو تاني بنختص بيها هنا الساده المشاهدين. الاستثمار الفندقي يا جماعه وشركه الاداره هي الاجابه لسؤالك يا اسحاق. يا لو انت مش محتاج انك تسكن دلوقتي في حاجه هتاخدها حاليا، يبقى الافضل ان انت تفكر انك ليه ما تاخدش حاجه على استثمار فندقي او على البحر، دي هتبقى في للي جاي الحلم. طبعا طبعا 100% انا معاكي، وهتسكن او مش هتسكن هي كده كده هتتاجر لك، وهتبقى اوبريتد باي اوتيل عالمي، فانت هتبقى مطمن لاستثمارك دوت بنسبه 100%، لان العائد على الاستثمار الفندقي الوحدات الفندقيه اللي هي كمان الساحليه دوت عائد لا يستهان به ابدا ابدا ابدا. وده خليني اسال الاستاذ اسعد، بتشوف الاكثر رغبه العميل ان هو يستخدم الوحده، سواء كانت وحده سياحيه او سكنيه او تجاريه، ولا بيبقى الهدف الاكبر هي فكره الاستثمار والعائد؟ طيب خلينا نقول ان الفكره دي ذكيه اصلا، وهي خدمتني وخدمت الناس اللي بره احسن بكتير. هي الناس اللي بره دي بتيجي كل قد ايه مصر؟ كل سنه مره، حسب مرة سنتين صح كده؟ طيب لما يكون الوحده بتاعته متاجره ومتشغله طول الفتره دي كلها، ولما يجي ينزل فيها اكنه نازل في اوتيل خمس نجوم بيقضي الاجازه بتاعته، يبقى رزق صح كده؟ اي طبعا. طيب ومش بس كده كمان، ده ممكن دي تخدم على رحلته لاي مكان في العالم كل سنه. ازاي؟ يعني طلع لك عائد من الوحده بتاعتك ديت، عشان انا بطلع لك كل سنه انت بتقدر تستخدمه. طب انا ممكن انزل الوحده بتاعتي وممكن انا مش نازل السنه دي، فالمبلغ اللي انا بطلع بيه دلوقتي ممكن اروح بيه بلد ثانيه، بلد ثالثه، بلد رابعه. فانا دلوقتي الوحده بتاعتي ديت بقت استخدام شخصي، وباجرها وبطلع لي فلوس وبتخدم على رحلتي كل سنه. يغير الوجهه بتاعت الفسحه بتاع احنا عايزين نجيبه عندنا. فدي بتساعدني في البيع هناك. احنا عايزين كده. لكن هو ردود الافعال برضو على جور، يعني احنا مش بشمهندس جرجس تقريبا
بمعدل كل اسبوع او اتنين تقريبا بيبقى في خبر جديد خاص بجوره، يمكن اكتر من كل المشروعات، وكل شويه الفكره بتتطور. يعني موضوع المول اللي هيكون يخدم على الاوتيل او على المشروع وعلى اي حد تاني بره برضو، دي كانت مفاجاه بالنسبه لنا. يعني اعتقد ان حتى غير المصريين من اخواتنا مثلا العرب او اقبال تاريخي طبعا على طبعا على المشروع. ما هي دي الفكره ديت اللي هي خلتنا باعلى مبيعات موجوده في جوره بسبب كده. انت هتيجي في مصر هتلاقي مكان خمس نجوم متوضب لك، هتقدر فيه تقضي اجازتك كويسه، هتقدر وانت مش موجود بيجيب لك فلوس، هتقدر سعره بيزيد معاك، هتقدر يصرف على رحلتك في اي مكان تاني بالفلوس اللي تطلع بيها على عادي. بقى دي اللي سهلت على اليخت بتاعك اليخت كمان. طب احنا خلينا بعيد بقى عن الفئه اللي هيبقى معاها اليخوت وهتيجي، لكن مستر احمد الناس بقى العاديين اللي هو انا معايا قرشين ونفسي ان انا اخد حاجه في جوره او في مشروع واستثمر فيها فلوسي، يمكن انتم من خلال شركه عاملين تسهيلات كتير للناس وافكار كتير لطرق الدفع مختلف. ازاي برضو بتحافظوا على ان مفيش عميل هيدخل يقول انا ظروفي هتبقى كذا هقدر اعمل ده يخرج من غير ما يلاقي حل؟ نفس التفكير والتوجه بتاعنا، اللي احنا بنفكر في العميل قوي وبنفكر في العميل في التجربه البيعيه بتاعته تبقى عامله ازاي. كل حد بيبقى ليه ظروف معينه وامكانيات معينه طبعا. يقدر، فاحنا طرق الدفع عندنا بتناسب جميع العملاء. اللي عايز يقسط على 6 7 8 سنين موجود، عايز يدفع مقدم 10% 5% موجود، اللي عايز يقسط وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي لغايه 12 و15 سنه هيبقى موجود في خلال الكام يوم اللي جايين. ده اهلا وسهلا بيه طبعا، ده موجود وخصم يعني كاش بتقدموا له طبعا خصومات خصم كاش عندنا خصم كاش قوي جدا حقيقه، كل مشروع ليه خصم كاش بتاعه. بس خصم 15 سنه ده يعني ممكن 12 و15 دي حاجه جديده برده، ممكن تناسب ناس كتير. دي حاجه جديده وديت احنا شغالين عليها وان شاء الله هنعلن عنها رسمي بالاوتيل بالاستثمار الفندقي والاوتيل ابارتمنتس احنا بنبيعها في خلال الكام يوم اللي جايين. فاذا نيو جيرسي ديفلوبمنتس النهارده في السوق مش بس اسعارها قويه، مش بس في مصداقيه وفي حاجات مبنيه، مش بس امتلكنا كام دفعنا كامل ثمن الاراضي بتاعتنا الحمد لله، بالعكس ده كمان هيبقى في طرق دفع بتوصل ل 12 و15 سنه عشان تناسب وتواكب جميع العملاء.